عسلامة. اليوم باش نطيبوا جاتو ياغورت. عنا حليب، شوية زهر، كاس زيت، زوز سكر فاني، زوز خميرة، عنا قشور برقدان، عنا 3 كعبات عظم، 3 كعبات ياغورت بلوتو كعبتين ياغورت بسكر، و3 كعبات فارينة، معناها باش ناخذو الياغورت كعبة ياغورت نقيسو بها وكعبة ياغورت. باهي باش نبداو باش نركضو العظام البيضة حتى يشلين تولي كيما الموس، ومن بعد نكملو الخدمة. باش نبداو بالعظام توا بعد ما خدمنا العظام البيضة باش نزيدو السكر بشوية، نعاودو نخدمو العظام مع السكر بشوية بشوية، عظام البيضة ونزيدو العظام الفص أصفر. توا باش نخدمو العظام والسكر ونعاود نخلطو. كملت خدمت العظام والسكر بالقدا كيما تشوفو. توا باش نزيدو الخميرة مع الفرينة. باش نزيدو السكر فاني، باش ناخدو معلقة كبيرة نتاع قشور برقدان، نصبو كاس الزيت، كاس الحليب، نحطو كعبة الياغورت، باش نزيدو شوية زهر معرفتين، وتوا باش نصفيو الفارينة والخميرة متاعنا باش نزيدوهم بشوية بالطبيعة. نخلط هذا ساعة ومن بعد نزيدهم بشوية. اللي قاعدين تراو فيه هذاك نتاع قشور البرقدان، طبعا نزيدو الفارينة بشوية.
صافيو الفرينه باش ما تعملنيش الكعبه. ندخلها بشوية نعود نذكر بالوصفات اللي هي كعبتين ياغورت سكر، ثلاثة كعبات فرينة، شوية قشور برقدان، شوية زهر، كعبة ياغورت، كاس حليب، كاس زيت. الفرينة والخليط نتاعنا، نخدموها بالقدا حتى تولي تكستور كما قاعدين نشوف. قلنا نخدم الفص الابيض الاول نتاع العظم حتى يولي كما الموس، ومن بعد ندخلو فيه الفاس الأصفر والسكر بشوية باش منكسروش بالموس نتاعنا، ومن بعد نزيدو بقية المكونات، نزيدو الياغورت، نزيدو الحليب، نزيدو الزيت، كما تراو كما كي تراوها بدات تعمل كما اللمبولة. طبعا باش نصبوها في الفور في القالب نتاعنا ونحطوها في الفور بيان سور، نسخنو كيما العادة نسخنو الفور قبل بدرايج كيما قاعدين نتراو. باهي باش ندهنو القالب بالزيت ونرشو عليه شويه فرينه باش ما تشللش، ونصبو فيه الخليط نتاعنا، ومن بعد نحطوه في الفرن. توا صبينا الكاتو نتاعنا،
هذا الجاتو تاعنا صبيناه في القالب وباش نحطوه في الفور. سخنا الفور باش ندخلوه للفريتي. السياعة غير باوي تيب الجاتو تاعنا.